خلصتي نهارك مزيان؟ صافا صافا شنو نديرو تمارا كديما كيدير واحد كريم شتو غبر؟ لاباس صافا الحمد لله. يلا بقيت ناخذ بد الحوايج نخرج نشوفو. يلا اختي سلمي عليا زعما داك الدري الله يعمرها ضاع شحال وقف معايا ايامات القرايه الله يكثر خير ما تلقايش بحالو صافا ياك والله ان شاء الله. فين هو بابا؟ بقيتي يلا صلى العصر ونعس بلاتي حبيبه بعدا انت كيفاش مع الخدمه مابقيناش كاع كنتعاودو صافا الحمد لله حنا غاديين. انت اللي عندك تمارا كتخدمي في الشركه وانت تكملي معايا ويا اختي غير الصبر وصافي اش غديري؟ ايوا اختي داكشي اللي كاين خليني بابا تشديني لا كاين كتسناني مشد الحوايج صافي حبيبتي وسلمي عليا صافا صافا انت راجل شاد دابا دابا انا عطيني راه المحل بقيت تسديت المول راك عارف كنبريكولي مع هاد الايام كما قلت لي خاطر واحد خويا دري ديالك لاباس عليها صافا على الحمد لله ديما كتسول عليك ايوا انت مناويش فاش انا مناويش ما فهمتش بقيت دو معايا بحال كوب الغاز وضحي وضحي دارتك على الموضوع ديال الزواج علاش نسيتي لا ما نسيتش ما والو دابا راك عارف انا يلاه خدام مع السيده كنبريكولي فهمتي كون لقيت شي خدمه رسميه كون ما غدا نجي انا نزوجك مالاش نخسر فهمتي انتي دابا بعدا خدامه انتي بعدا سداتك الدري الدري كتبقاو خدمه الدري راه عشي براق كيفاش بصح دابا معاك والله المهم انتي تيك صبرتي معايا وتزيدي صبري معايا شحال قدي نصبر راه بزاف وانتي عارف هادشي قلت لك النهار الاول قلت لك انا راه باقي والله قلت بسم الله ويلا بعد صراحه انا عارف هادشي ولكن انا صابره معاك وعدتك بلي غنبقى ديما صابره معاك كتشوف دابا الهضره ديال الدريات وصحاب هادشي كيبقى يقولو علاش مازال مجرجراك علاش مازال مجاش لداركم فهمتيني هز راسك دوي معايا انا هز راسي دابا انا كيبقى فيا الحال ملي كنسمع الدريات يدوب بحال هكا كيما عندنا ما نديرو غنصبرو فهمتي غيجي واحد النهار ان شاء الله ربي غادي يسهل وهادشي غيبقى تعاود ان شاء الله متافقه معايا ولا متافقه معاك فيكم تاكلي ويلا ناكل شي حاجه صافي نجيبك نجيبك تعب تبعد لبعيد طير ولا تنزل قريب نصيبك عرفني باللي واللاف ان عاشقك انا بزاف وحياتي والو صافي يلا نخليك معاك يا سلام يا باي باي بابا هي انا عليك يا اختي انت كتصبي كريمات كديري في هذا الامر على زعلك طويلي منيتك هي انت دابا ما عزاش عليا المهم دابا شنو درتو وانت عارفه دابا هو راه يلا كيبري كل يعني ما عندوش شي خدمه اللي مستقر فيها قول لي جمع راسي يجي مع بابا الله يسر الامر حبيبي شوفي اختي احلام دابا انت خدامه الحمد لله خدمتك زوينه علاش لي ما تعاونيش معاه وتخليه يجي للدار كلشي كيبدا من الزيرو وحتى الا كانت شي حاجه انا نتعاون معاك صراحه هادشي اللي لقيتيني كنفكر فيه بصح اختي ما ديريش داكشي اللي درت انا هذاك اللي كنت معاه كاع ما عاونتو حنا تفارقنا ان شاء الله اختي اوا عرفتي شنو اجي دابا نقولها لبابا ويلي دابا اه وشنو الو احلام الو كريم لاباس عليك مالك الحمد لله مالك والو غير بغيت نقول لك واحد الحاجه قولي مالك في الصراحه فكرت مزيان ولقيت باللي واحد الحل زعما باش نعطيك شي فلوس وتجي لدارنا عطاني فلوس هذا هو الحل اش من فلوس عطاني سير الله يعني لا كريم انا معك بصح لا 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 صافي اصبر اصبر انا نبقى وين ان شاء الله نجمعوا شويه شوف كريم هاد الفلوس اعتبرهم غير سلف وما تسلفيني ما والو انت بانكه لا لا
والله خليني وحق الله. كريم واش انت واقيلا ما بغيتيش تجي لدارنا ياك؟ واه انا دراهم باش نسمع ماشي باش نجي لداركم. ها هي نصبر واش ندير شي حاجه ديالي. وي هذيك وانا لقيت لك الحل وانت ما بغيتيش. راه فهمتك انا باش ديروا هكا باش بنادم ما يبقاش حال فمو ويقيع. ولكن انت بنتي ليك تهرب كريم. دابا شوف اعتبرهم غير سلف صافي صافي. واه واه يلا باي باي تهلا فراسك. يلا قالت لك كنت ندير لها خاطره وصافي. السلام عليكم. واش يا شي شابك على شي يلا خويا هاني الله يحفظك. هاني الله يحفظك. المهم الله يهلا بلاصتك. راه بغيتك واحد البلاصه مرحبا. دابا عرفتي الدري احلام هذا صاحبنا. دابا بغيت ان شاء الله نجي باش ندوي مع باها باش نتزوج بها ان شاء الله. دابا انا خفت ندير والدها هو اللي رادني زعما نمشي انا وياك دابا ندوي معنا داكشي اللي قسم الله فهمتي وندويو مع الوالد ديالها ملي غادي يوافق نقولوا لي راه ان شاء الله غنجيبوا الوالده ونديروا شي حاجه كبيره وندويو ان شاء الله. مخير مكتبتي معايا مرحبا. شوف اش غادي سيضرب لي اخويا شي قوي ميجا وهبط عندي صافي صافي صافي. مرحبا يلا سير اخويا وما تعطلش كون هاني. يلا سير. وا سعدي وا فرحي غنجوج بنيتي ولو عندها مموات يلعبوا قدامك عقوب الخيط الكبيره ان شاء الله. شوفوا العريس اللي جا معاه شي صاحب ولا شي. بابا بركي يا بنيتي تبارك الله العروسه ما شاء الله جيتي غزاله. شوفي يا بنيتي حنا راه باغيين لا فلوس لا طوله لا والو يكون على راجل وقدبك داك هو الربح. حنا نعطيو الفلوس العقوبه لا تشرف ديال اختك تي اصغر منه دبرتي على راسك يا قدك وباقا ما جابش الله ياك بابا. والله يرضي عليكم. الله يرضي عليكم امين. كنا كانت معنا امكم مسكين بديت فكرت صافي ما صافي بابا صافي صافي بابا ما تقدرش تبكي صافي فكرت الحاجة. انا كانت معنا حاجه تفرح بكم صافي بابا صافي الله يرحمك. قولي يا بني تي العريس راه شفت عطر ياك ما تنادم معاها وا بنيتي تي السيد شو تعطل ياك ما تنادم مع الحال. لا بابا دابا شويه غادي يجي وهادشي عا قال لك راه جاي راسو ما جايبش مو وا اللي قاديات. اه واش سيري يلاه انا نحل الباب. نوضي بنيتي الله يرضي عليك حلي الباب. نوضي نوضي انا مغطيكم برده ومفرشكم برده. نوضي مرحبا عليكم. السلام كيداير اخويا لاباس عليك؟ لا مرحبا بكم. شكرا اخويا شكرا. مرحبا سيدي مرحبا مرحبا تبارك الله وصل على البيت تبارك الله تبارك الله. تفضل اوليدي تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا اهلا بخير. تفضل اوليدي تفضل تفضل. هذا صاحبكم صاحبي تبارك الله تبارك الله. طاب تبارك. اسمح لي باش ندخلنا عليكم الدخل. الله يا ودي مرحبا بك سيدي. مرحبا مع الوالدة ما مساليش هاد الايامات. واش غادي قلنا ان شاء الله شنو غادي نرجعوا ان شاء الله. علاش لا اللي فيها الخير الله ياتيها تبارك الله طولها وتجري. نوضي بنيتي كلمي اختك نوضي نوضي الله يرضي عليك نوضي ياك بعدا صحيحه بخير كلشي واقع. الحمد لله الله يخليك. الحمد لله كي داير وليدك؟ الله يلا بخير الله يحفظك الحاج. وي اش نقول؟ لا ملهاش انت مزوج باقي باغي ما ناويش هاد الساعة ما كاين والو. وين والله ان شاء الله يكون خير. نسبقوا السيد. الله اكبر الدعوة كون طلبنا على شي 100 مليون. سيدي بنيتي زيد تبارك الله تبارك الله. اش حب الخاطر تكلم راه ما بقاش داوي راك عارف عمي دابا واللي راه بالزواج راه بالطاعة بنتك راه عرفتنا بنت الناس وين ان شاء الله يعني نديرو وليداتنا حتى حنايا. شوف اسيدي انا اول دابا بالله راه قبلت ملي جيتي من الباب ما تفليتي على ما والو انا عاتها الله ليا فيها اللي خاصتكم انا نعطيها لكم اسيدي. الله يحفظك عاتها الله ليا فيها. الله يحفظك عمي غنقراو الفاتحة. السيده عدي راه كتحشم اسيت. الله يحفظك. الله عمي نخليو لك دابا الراحه ان شاء الله. شوف احنا الوالدين
مرحبا بك سيدي. راه قلت لك شنو كاين عاد هلا ليا في البنيه ما يكون على الخير. خذ سير الحاج. نعم سي بنيه عندك مالا زوجك؟ قلت لك نزوجوا الدري ويحلى. يلا سير سير. بلا ما ندخلوا للدار دايرين قدام عمي انا باقا باقا خدامه وشي حاجه تفهمنا؟ لكن خدمتي شي راه زوينه كتشتي راسها زوينه وتعاونوا. ويا راه عارف راه تعاونا في الاول صافي بارك عليك تعاون هذا ماشي دابا نكبروا ولدنا فهمتي نكبروا على خاطرنا. انت جالسي قابلي وليداتك في الدار بارك عليك جيتي شكرا بزاف حيت صبرتي معايا وتعاونتي معايا في الاول صافي خيرك عمري نسال دابا خدام مزيان والصلاه ديالك كافيه. الناس ملي كتكون باغي ولد الناس كتبدا معاه من الزيرو وكتصبر عليه حتى كيجيب الله الرزق. ومنين كيجي الرزق كيفاض عليهم مجموعين ماشي كتبدا عليه من الديبار جيب وجيب 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 ولا ما جبتيش راه محال غادي نكون لك. ديما دير في بالك بلي ماشي انت هي اخر حبه فوق الارض. السلام عليكم.